مرحلة اقرأ لي، وهي مرحلة أقوم فيها بقراءة كتاب لكم وثم نتناقش حول ما قرأناه. اليوم إن شاء الله أصدقائي اخترت لكم كتاب بعنوان صور من حياة الصحابة للكاتب الدكتور عبد الرحمن رأفت باشا. سنتعرف على أو سنأخذ نبذة عن الكتاب. الكتاب يتكون من 500 صفحة تقريبا، ويحوي قصصا ومواقف من حياة 58 صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتناول الكتاب صور ومشاهد من حياة كل صحابي، ولكنه لا يقوم بسرد سيرة حياة الصحابي بأكملها، بل يتناول فقط مشاهد يعرضها للكاتب للقارئ ليعرف بها على هذا الصحابي ويلفت نظره إليه. لكن هذا الكتاب ما بيحوي سيرة كاملة لكل الصحابة، وإنما بعض اللقطات والصور ل58 من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. سنتعرف أيضا على الكاتب. الكاتب دكتور عبد الرحمن رأفت باشا هو أديب سوري، ولد بسنة 1338 في مدينة أريحة بسوريا، وتوفي عام 1986 في تركيا في اسطنبول، ودفن في مقبرة الفاتح في اسطنبول. حصل على الشهادة العالية في أصول الدين من جامعة الأزهر، وعلى ليسانس الأدب العربي من جامعة محمد فؤاد أيضا من مصر، وحصل أيضا على الدكتوراه والماجستير في الآداب أيضا من جامعة القاهرة. أمضى الدكتور عبد الرحمن حياته العلمية والعملية منذ بدايتها مكافحا ومنافحا عن لغة القرآن، يعني مدافعا عن القرآن، وداعيا إلى فن أدبي إسلامي لا يكتفي بجمال التعبير وإبداع التصوير، وإنما يشترط فيه أن يكون ممتعا وهادفا ونافعا في وقت ما. وبالفعل أغلب كتابات ومؤلفة دكتور عبد الرحمن رأفت باشا تحتوي على لغة سهلة وبنفس الوقت لغة ثرية بالمفردات الرائعة، وأيضا جميعها مواضيع يعني تتنوع بين الأدب والمواضيع الإسلامية الدينية. فهو مزج بين الأسلوب الأدبي اللغة العربية والآداب والتشابيه والتعابير، وبين القصص الإسلامية أو الشخصيات الإسلامية. مرة تحدث عن الشخصيات الإسلامية، مرة تحدث عن بعض القيم والأفكار والأخلاق الإسلامية. هذا هو كاتبنا. بإمكانكم أن تتعرفوا على مزيد من مؤلفاته ومزيد عن قصة حياته إن شاء الله من خلال أنكم تبحثوا عنه إن شاء الله. الكتاب الذي اخترناه اليوم من كتب دكتور عبد الرحمن رأفت باشا هو كتاب بعنوان صور من حياة الصحابة. طبعا هو ألف صور من حياة التابعين وصور من يعني أكثر من سلسلة بنفس العنوان، تمام. واليوم إن شاء الله من بين 58 صحابي سنختار صحابي اسمه سعيد بن عامر الجمحي، وسنقرأ ماذا كتب لنا الدكتور عبد الرحمن رأفت باشا عن الصحابي سعيد بن عامر. فلننطلق إلى الكتاب. الكتاب اليوم سيكون PDF، كتاب إلكتروني، ولن يكون كتاب ورقي. لذلك سأغلق الآن شاشة الباوربوينت وأنقلكم إلى الكتاب PDF إن شاء الله. صور من حياة الصحابة، تأليف الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا، إصدار دار النفائس بيروت لبنان. وهذا الكتاب معنون بعنوان كتب للفتيان والفتيات، يعني هو مناسب لأعمار الفئة العمرية اللي هي فئة الفتيان والفتيات، نسميهم فئة اليافعين اللي هو أنتم، اللي بيكونوا أعمارهم يتراوح بين 12 إلى 18 أو 20 سنة. سنقرأ مقدمة الكتاب التي كتبها الكاتب بخط يده. كتب: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحببت صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أصدق الحب وأعمقه، فهبني يوم الفزع الأكبر لأي منهم، فإنك تعلم أني ما أحببتهم إلا فيك يا أرحم الراحمين. وهذا توقيع عبد الرحمن رأفت باشا رحمه الله. الآن نحن في القسم الأول من الكتاب، أو ما يسمى بالكتاب الأول. رح يتناول الكتاب الأول سعيد بن عامر الجمحي
الطفيل بن عامر بن عمرو الدوسي، عبد الله بن حذافة السهمي، وعمير بن وهب ابن وهب، والبراء بن مالك الأنصاري، وأم سلمة، وثمامة بن أثال، وأبو أيوب الأنصاري، وعمرو بن الجموح، وعبد الله بن جحش. هؤلاء هم الصحابة الذي سيتناولهم الجزء الأول من الكتاب. سنبدأ على بركة الله بسعيد بن عامر الجمحي. قبل أن يبدأ الكاتب بكتابة قصة سعيد بن عامر الجمحي، يكتب هنا مقولة، وهو شيء سنجده في هذا الكتاب. يكتب مقولة دائما عن قيلت عن هذا الصحابي، سواء شيء قاله المؤرخون، يكتب بين قوسين من قائل هذه المقولة في حق هذا الصحابي. كتب هنا: سعيد بن عامر رجل اشترى الآخرة بالدنيا وآثر الله ورسوله على سواهما. هذا ما قاله المؤرخون عن سعيد بن عامر. كان الفتى سعيد بن عامر الجمحي واحدا من الآلاف المؤلفة الذين خرجوا إلى منطقة التنعيم في ظاهر مكة بدعوة من زعماء قريش ليشهدوا مصرع خبيب بن عدي بن عدي أحد أصحاب محمد بعد أن ظفروا به غدرا. وقد مكنه شبابه الموفور وفتوته المتدفقة من أن يزاحم الناس بالمناكب، حتى حاذى شيوخ قريش من أمثال أبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وغيرهما ممن يتصدرون الموكب. وقد أتاح له ذلك أن يرى أسير قريش مكبلا بقيوده، وأكف النساء والصبيان والشبان تدفعه إلى ساحة الموت دفعا، لينتقموا من محمد في شخصه، وليثأروا لقتلاهم في بدر بقتله. ولما وصلت هذه الجموع الحاشدة بأسيرها إلى المكان المعد لقتله، وقف الفتى سعيد بن عامر الجمحي بقامته الممدودة يطل على خبيب، وهو يقدم إلى خشبة الصلب، وسمع صوته الثابت الهادئ من خلال صياح النسوة والصبيان وهو يقول: إن شئتم أن تتركوني أركع ركعتين قبل مصرعي فافعلوا. ثم نظر إليه وهو يستقبل الكعبة ويصلي ركعتين، يا لحسنهما ويا لتمامهما. ثم رآه يقبل على زعماء القوم ويقول: والله لولا أن تظنوا أني أطلت الصلاة جزعا من الموت لاستكثرت من الصلاة. ثم شهد قومه بعيني رأسه وهم يمثلون بخبيب حيا، فيقطعون من جسده القطعة تلو القطعة، وهم يقولون له: أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت ناج؟ فيقول والدماء تنزف منه: والله ما أحب أن أكون آمنا وادعا في أهلي وولدي وأن محمدا يوخز بشوكة. فيلوح الناس بأيديهم في الفضاء ويتعالى صياحهم: أن اقتلوه اقتلوه. ثم أبصر سعيد بن عامر خبيبا يرفع بصره إلى السماء من فوق خشبة الصلب ويقول: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. ثم لفظ أنفاسه الأخيرة وبه ما لم يستطع إحصاءه من ضربات السيوف وطعنات الرماح. عادت قريش إلى مكة ونسيت في زحمة الأحداث الجسام خبيبا ومصرعه، لكن الفتى اليافع سعيد بن عامر الجمحي لم يغب خبيب عن خاطره لحظة. كان يراه في حلمه إذا نام، ويراه بخياله وهو مستيقظ، ويمثل أمامه وهو يصلي ركعتيه الهادئتين المطمئنتين أمام خشبة الصلب، ويسمع رنين صوته في أذنيه وهو يدعو على قريش، فيخشى أن تصعقه صاعقة أو تخر عليه صخرة من السماء. ثم إن خبيبا علم سعيدا ما لم يكن يعلم من قبل، علمه أن الحياة الحقة عقيدة وجهاد في سبيل العقيدة حتى الموت، وعلمه أيضا أن الإيمان الراسخ يفعل الأعاجيب ويصنع المعجزات، وعلمه أمرا آخر، هو أن الرجل الذي يحبه أصحابه كل هذا الحب إنما هو نبي مؤيد من السماء. عند ذلك شرح الله صدر سعيد بن عامر إلى الإسلام، فقام في ملأ من الناس وأعلن براءته من آثام قريش وأوزارها، وخلعه لأصنامها وأوثانها، ودخوله في دين الله. هاجر سعيد بن عامر إلى المدينة،
ولزم رسول الله صلوات الله عليه وشهد معه خيبر وما بعدها من الغزوات. ولما انتقل النبي الكريم إلى جوار ربه وهو راض عنه، ظل من بعده سيفا مسلولا في أيدي خليفتيه أبي بكر وعمر. عاش مثلا فريدا فذا للمؤمن الذي اشترى الآخرة بالدنيا، وآثر مرضات الله وثوابه على سائر رغبات النفس وشهوات الجسد. وكان خليفتا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفان لسعيد بن عامر صدقه وتقواه، ويستمعان إلى نصحه ويصيخان إلى قوله. دخل على عمر بن الخطاب في أول خلافته فقال: يا عمر، أوصيك أن تخشى الله في الناس ولا تخشى الناس في الله، وألا يخالف قولك فعلك، فإن خير القول ما صدقه الفعل. يا عمر، أقم وجهك لمن ولاك الله أمره من بعيد المسلمين وقريبهم، وأحب لهم ما تحب لنفسك وأهل بيتك، واكره لهم ما تكره لنفسك وأهل بيتك، وخض الغمرات إلى الحق، ولا تخف في الله لومة لائم. فقال عمر: ومن يستطيع ذلك يا سعيد؟ فقال: يستطيعه رجل مثلك ممن ولاهم الله أمر أمة محمد، وليس بينه وبين الله أحد. عند ذلك دعا عمر بن الخطاب سعيدا إلى مؤازرته وقال: يا سعيد، إنا مولوك على أهل حمص. فقال: يا عمر، يا عمر، نشدتك الله ألا تفتنني. فغضب عمر وقال: ويحكم، وضعتم هذا الأمر في عنقي ثم تخليتم عني، والله لا أدعك. أريد أن ألفت نظركم أصدقائي أثناء القراءة، لا أحب أن أقطع القراءة، ولكن هناك شيء مهم أثناء القراءة. هذه الأرقام التي تظهر هنا هي أرقام للهامش، نستطيع أن نرى معنى الكلمة. يعني ما المقصود هنا: يا عمر نشدتك الله ألا تفتنني؟ الكاتب هنا استخدم لغة سلسة وسهلة، ولكن استخدم بعض المفردات ربما تحتاج منا أن نرى أين هو معناها، فنستطيع أن نرى المعنى هنا في الأسفل تحت هذا الخط. فرقم 2، الكلمة تفتنني مقصود فيها تضلني وتستميلني إلى الدنيا. رقم 3، عندما قال عمر بن الخطاب: ويحكم وضعتم هذا الأمر، ما المقصود بالأمر؟ المراد به هنا الخلافة، يعني ويحكم وضعتم الخلافة في عنقي ثم تخليتم عني، والله لا أدعك. نعود لنكمل. ثم ولاه على حمص وقال: ألا نفرض لك رزقا؟ والمقصود هنا يعني ألا نفرض لك راتبا. قال: وما أفعل به يا أمير المؤمنين؟ فإن عطائي من بيت المال يزيد عن حاجتي. ثم مضى إلى حمص، وما هو إلا قليل حتى وفد على أمير المؤمنين بعض من يثق بهم من أهل حمص، فقال لهم: اكتبوا لي أسماء فقرائكم حتى أسد حاجتهم. فرفعوا كتابا فإذا فيه فلان وفلان وسعيد بن عامر. فقال: ومن سعيد بن عامر؟ فقالوا: أميرنا. قال: أميركم فقير؟ قالوا: نعم، ووالله إنه لتمر عليه الأيام الطوال ولا يوقد في بيته نار. فبكى عمر حتى بللت دموعه لحيته، ثم عمد إلى 1000 دينار فجعلها في صرة وقال: اقرأوا عليه السلام مني وقولوا له: بعث إليك أمير المؤمنين بهذا المال لتستعين به على قضاء حاجاتك. جاء الوفد لسعيد بالصرة فنظر إليها فإذا هي دنانير، فجعل يبعدها عنه وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، كأنما نزلت به نازلة أو حل بساحته خط. فهبت زوجته مذعورة وقالت: ما شأنك يا سعيد؟ أمات أمير المؤمنين؟ قال: لا، بل أعظم من ذلك. قالت: أصيب المسلمون في وقعة؟ قال: بل أعظم من ذلك. قالت: وما أعظم من ذلك؟ قال: دخلت علي الدنيا لتفسد آخرتي، وحلت الفتنة في بيتي. قالت: تخلص منها، وهي لا تدري من أمر الدنانير شيئا. قال: أو تعينينني على ذلك؟ قالت: نعم. فأخذ الدنانير فجعلها في صرر ثم وزعها على فقراء المسلمين. لم يمض على ذلك طويل وقت حتى أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ديار الشام يتفقد أحوالها،
فلما نزل بحمص وكانت تدعى الكويفة، وهي تصغير للكوفة وتشبيه لحمص بها لكثرة شكوى أهلها من عمالهم وولاتهم، كما كان يفعل أهل الكوفة، يعني كانوا أهل حمص يعني يكثرون الشكوى على الوالي. فلما نزل بها لقيه أهلها للسلام عليه، فقال: كيف وجدتم أميركم؟ فشكوه إليه وذكروا أربعا من أفعاله، كل واحد منها أعظم من الآخر. قال عمر: فجمعت بينهم وبينهم ودعوت الله ألا يخيب ظني فيه، فقد كنت عظيم الثقة به. فلما أصبحوا عندي هم وأميرهم، قلت: ما تشكون من أميركم؟ قالوا: لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار. فقلت: وما تقول في ذلك يا سعيد؟ فسكت قليلا ثم قال: والله إني كنت أكره أن أقول ذلك، أما وإنه لابد منه، فإنه ليس لأهلي خادم، فأقوم في كل صباح فأعجن لهم عجينهم، ثم أتريث قليلا حتى يختمر، ثم أخبزه لهم، ثم أتوضأ وأخرج للناس. قال عمر: فقلت لهم: وما تشكون منه أيضا؟ قالوا: إنه لا يجيب أحدا بليل. قلت: وما تقول في ذلك يا سعيد؟ قال: إني والله كنت أكره أن أعلن هذا أيضا، فأنا قد جعلت النهار لهم والليل لله عز وجل. قلت: وما تشكون منه أيضا؟ قالوا: إنه لا يخرج إلينا يوما في الشهر. قلت: وما هذا يا سعيد؟ قال: ليس لي خادم يا أمير المؤمنين، وليس عندي ثياب غير التي علي، فأنا أغسلها في الشهر مرة وأنتظرها حتى تجف، ثم أخرج إليهم في آخر النهار. ثم قلت: وما تشكون منه أيضا؟ قالوا: تصيبه من حين إلى آخر غشية فيغيب عمن في مجلسه. فقلت: وما هذا يا سعيد؟ فقال: شهدت مصرع خبيب بن عدي وأنا مشرك، ورأيت قريشا تقطع جسده وهي تقول: أتحب أن يكون محمد مكانك؟ فيقول: والله ما أحب أن أكون آمنا في أهلي وولدي، وأن محمدا تشوكه شوكة، وإني والله ما ذكرت ذلك اليوم، وكيف أني تركت نصرته إلا ظننت أن الله لا يغفر لي، وأصابتني تلك الغشية. عند ذلك قال عمر: الحمد لله الذي لم يخيب ظني به. ثم بعث له بألف دينار ليستعين به بها على حاجته، فلما رأتها زوجته قالت له: الحمد لله الذي أغنانا عن خدمتك، اشتري لنا مؤونة واستأجر لنا خادما. فقال لها: وهل لك فيما هو خير من ذلك؟ قالت: وما ذاك؟ قال: ندفعها إلى من يأتينا بها، ونحن أحوج ما نكون إليها. قالت: وما ذاك؟ قال: نقرضها الله قرضا حسنا. قالت: نعم، وجزيت خيرا. فما غادر مجلسه الذي هو فيه حتى جعل الدنانير في صرر، وقال لواحد من أهله: انطلق بها إلى أرملة فلان، وإلى أيتام فلان، وإلى مساكين آل فلان، وإلى معوزي آل فلان. رضي الله عن سعيد بن عامر الجمحي، فقد كان من الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة. خلصنا قصة سعيد بن عامر الجمحي. سنعود الآن لنلخص بشكل سريع أبرز المشاهد التي تناولها الكاتب في حياة سعيد بن عامر الجمحي. المشهد الأول الذي ذكره الكاتب كان مشهد سعيد عندما كان مشركا. سعيد بن عامر لم يسلم إلا بعد غزوة بدر، وشهد تعذيب قريش للصحابي خبيب بن عدي وهم يقطعون جسده إلى أشلاء حتى مات. فكان هذا الموقف يعني هزه هزا عنيفا، وبعد هذا الموقف يعني شعر بأنه فتح الله أو شرح الله صدره للإسلام، فأسلم وهاجر إلى المدينة وصار من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أول مشهد
وأول صورة من صورة حياته. ثم بعد ذلك مشهد آخر أنه كان فارسا من الفرسان الذين كانوا دائما مع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل غزواته من خيبر إلى ما بعدها من الغزوات، وبقي أيضا فارسا عندما تولى الخلافة أبو بكر وعمر. ثم تحدث الكاتب عن صورة أخرى لسعيد بن عامر أنه كان ينصح إخوته اللي هم الخلفاء الراشدين، كان ينصح عمر بن الخطاب وهو خليفة، يعني خليفة المسلمين حاكم كل المسلمين، كان يقول له أوصيك يا عمر، أوصيك أن تخشى الله في الناس، فكان يعني عنده قوة في نصح إخوانه وفي تذكيرهم دائما بموقفهم، سبحان الله. فهذه كانت من إحدى يعني صوره وإيجابيات شخصيته سعيد بن عامر. أيضا انتقلنا إلى صورة أخرى لما ولاه عمر بن الخطاب، طبعا عمر بن الخطاب هو الآن خليفة كل المسلمين، ولأن بلاد المسلمين كانت تتوسع فكان يحتاج أن يكون هناك والي أو نائب للحاكم في كل مدينة، فولاه على مدينة حمص. إذن المشهد الآخر هو مشهد كيف كان واليا على مدينة حمص. فكان من الصورة التي ذكرها أنه هو كان واليا زاهدا، لم يكن يتقاضى راتبا على كونه حاكم أو محافظ لمدينة حمص، خلينا نقول أو والي على مدينة حمص، وكان يحاول دائما أن يبتعد عن المال، لأنه كان ينظر أو يرى سعيد بن عامر أن هذا المال سيفسده وسيجعله يعني يغرق في الدنيا ويبتعد عن الآخرة، سبحان الله. فكان يعتبر من أحد فقراء مدينة حمص. تخيلوا أنه بعض وفود، يعني في وفد من أهل حمص جاءوا إلى عمر بن الخطاب وكتبوا في قائمة الفقراء اسم سعيد بن عامر، فاستغرب عمر بن الخطاب، قال أميركم فقير؟ كيف يعني أمير فقير؟ فقال والله بتمر عليه ليالي وأيام لا يوقد في بيته نار. لا يوقد في بيته نار هي دلالة على أنه لا، يعني لا يوجد أكل، لا يوجد طعام يطبخ في منزله، فيعني دليل على شدة فقره. هذه الصورة التي كان ينقلها لنا الكاتب. ثم ينقل لنا أيضا صورة زوجته، أنه هو كان يعني كانت زوجته تعينه على هذا الشيء، يعني لم تكن مثلا تغضب أو تسخط من أنه كان سعيد بن عامر فقير وكان ينفق كل الأموال اللي بتجي، ما كان بيخلي شيء لبيته لأهله، يعني ما كان، يعني كانت زوجته معه على نفس النهج وعلى نفس الطريق. هذه أيضا صورة من صور حياته. الصورة الأخيرة وهي صورة أنه أهل حمص كانوا عم يشكوا أميرهم لعمر بن الخطاب، وهو مشهد جميل جدا، فيه تجتمع أفضل قيمة للديمقراطية، مثل ما نحن هلأ بزماننا الحالي نسميها ديمقراطية، لما بيجي الحاكم وبيطلب من الشعب أنه ما رأيكم، أو يعني ما رأيكم بأميركم، يعني ما رأيكم بهذا المحافظ أو هذا الوالي اللي أنا وليتكم عليه، هل في شكاوى عليه؟ فكان كل حدا يقدم شكوى، طبعا كان في 4 شكاوى رئيسية، وكانت كل شكوى سبحان الله لها مبرر عظيم جدا. وهذه يعني هذه الصور التي نقلها لنا أنه لما كان يتأخر في خروجه إلى الناس، ما كان بيطلع بسرعة على الناس وبيلبي حاجاتهم، كان بيطلع بنص النهار أو بوقت الظهر. فلما سأله عمر بن الخطاب لماذا، قال له والله أنا كنت بعجن العجين وبخبز الخبز وبعدين بتوضى وبطلع للناس. فهي صورة من صور حياته سبحان الله، وهي أنه كان أبا وزوجا صالحا يعين أهل بيته على مهام البيت، يعني رغم أنه كان والي حمص، رغم أنه هو أمير المدينة، بس هو ما بيعني أنه ما كان يقوم بهاي الأعمال البسيطة في البيت ويساعد أهله. وهي كمان يعني دلالة على اقتدائه بمحمد صلى الله عليه وسلم. بعدين صورة أخرى من صور حياته أنه كان لا يجيب أحدا بليل، لأنه كان من الذين يقومون بالليل، يكثرون العبادة في الليل. كمان صورة أخرى من صور حياته أنه كان يعني يخاف من الله سبحانه وتعالى ويخشى، رغم كل هذا الإيمان ورغم كل هذا التقوى وكل هذا الزهد، بس كل ما بيتذكر موت خبيب بن عدي المؤمن وأنه هو ما نصره وما يعني ما أبعد عنه الأذى، يخشى أنه الله سبحانه وتعالى ما يغفر له، رغم أنه الإسلام يعني يجب ما قبله، والإسلام يعني يغفر كل شيء ما قبله، بس كان دائما عنده قلب يعني قلب رحيم أو قلب
رقيق جداً كل ما يتذكر هذا المشهد المؤلم. وبالنهاية عمر بن الخطاب قال: الحمد لله الذي لم يخيب ظني به. هذه كانت أبرز مشاهد وصور من حياة الصحابي سعيد بن عامر. أريد أن أسأل سؤال وأخذ أجوبتكم أصدقائي. أول سؤال سأسأله لكم هو: ما رأيكم بلغة الكاتب في هذا الكتاب؟ اللغة اللي استخدمها هل كانت سهلة؟ صعبة؟ العبارات المستخدمة؟ الأسلوب؟ هيك أسلوب الحوار وسرد القصة، هل كان أسلوب سهل ولا فيه شوية صعوبة؟ هل كانت المفردات في شيء مو مفهوم ولا لا هي أغلبها مفهوم؟ هل من أحد يريد أن يشاركني رأيه؟ تفضلي عزيزتي نجلاء. أنسي أسلوب حلو بالكتابة وكلمات مناسبة. شكراً لك يا نجلاء على مشاركتك. حلو، وما كان في أي صعوبة يعني بالقراءة فكانت كتير سهلة. حلو، شكراً لرأيك يا نجلاء. ما رأيكم؟ هل الجميع موافق على هذا الرأي؟ الكل كان عم بيشوف أنه الكتاب سهل. أنا هالمرة اخترت كتاب بعيد عن الكتاب الأول أصدقائي، الكتاب الأول كان شوي أسلوبه مختلف تماماً عن أسلوب هذا الكاتب. تفضل يا محمد. أنسي إيه كان الكلام واضح وما في يعني صعوبة، أنسي وجمل مترابطة. ممتاز، جميل جداً أنه أنتوا شفتوا أنه لغة الكاتب لغة جيدة وسهلة. أنا بدي أطلب منكم أيضاً الآن، أريد أن أسألكم سؤال آخر. إن شاء الله بجلساتنا القادمة في إقرأ لي نريد أن نقرأ الكتاب ثم نسأل سؤال لنرى كيف سنستفيد أو ما هي التطبيقات العملية اللي رح نطلع منها من هذا الكتاب، لأنه قراءة بلا يكون ما يكون ما نطلع فيها بهدف أو بسلوك منا نطلع فيه أو بعمل منا نعمله ما كتير رح يكون لها فائدة. فإن شاء الله نحن هلأ قرأنا سعيد بن عامر الجمحي، قرأنا سيرته. الهدف أصلاً الكاتب من خلال كتابته لهذا الكتاب هو إنه يعرفنا بهي الصحابة ويجعلنا نقتدي بهم. تعالوا نتخيل هلأ، بدي كل واحد فيكم يتخيل حالياً إنه هو والي على مدينة حمص، أو خلينا نحكي بالصفة المعاصرة. هلأ بالصفة المعاصرة ما عنا والي، نحن في عنا محافظ مدينة حمص، محافظ كذا. بديك تتخيل نفسي عزيزي الطالب وانت عزيزتي الطالبة تتخيلي انه انت محافظة لمدينة، لا بلا ما نقول حمص، نحن هلا بإدلب، ما هيك؟ مو اغلبكم بإدلب؟ خلينا نشوف ونتخيل انك انت محافظ مدينة إدلب، عينوك انت محافظ واريد منك ان تقتدي بسعيد بن عامر في زماننا الحالي. سعيد بن عامر يعني ادى واجبه تجاه رعيته في زمانه، هذا الزمان، هذا الحكي من زمان كتير، تمام؟ ونحن إذا أردنا أن نقتدي بشخص في الزمان الماضي لا نقتدي به مثل ما هو بالضبط، يعني نسخ لزق ما بنفع، يعني مثل ما بنعمل هيك بنص معين بنعمل نسخ لزق ما بنفع. ليه؟ لأن الأزمنة اختلفت والظروف اختلفت، الناس زمان ما مثل الناس هلأ، والظروف ما مثل الظروف، والمدن تغيرت وحتى المناصب تغيرت، لكن الذي لا يتغير عبر الزمن ما هو؟ القيمة. القيمة اللي سعيد بن عامر زرع فينا نحن الأجيال اللي عم نقتدي بهدول الصحابة هي قيمة أنه يكون مسؤول عن رعيته، مسؤول عن المنصب الذي هو فيه، كان على قدر المسؤولية وزيادة. كيف أنت لو كنت في يوم من الأيام محافظ، وأنا ما بستبعد أبداً أن واحد منكم بكرة بالمستقبل يكون محافظ للمدينة، أبداً لا أستبعد أنه يكون منتخب رئيس بلدية ولا ينتخبوه محافظ لشي مدينة، كيف بدك تقتدي بسعيد بن عامر لو كنت أنت محافظ المدينة؟ تفضلوا شاركوني إجاباتكم، بدي أياكم تتفاعلوا، بدي أشوف يا ترى كيف أنت فينك تنفذ سيرة سعيد بن عامر بحياتنا المعاصرة. محمد رفعت يدك تريد أن تشارك؟ أنسي كنت يعني بنصر المظلوم وأطعم المساكين وهيك شغلات. ممتاز، جميل جميل، تنصر المظلوم وتطعم المساكين. كيف ستعلم من هم المساكين في مدينتك يا محمد؟ المدن الآن صارت كبيرة جداً، فيما مضى كان ربما عدد سكان المدينة بيتراوح بين المئات
إذا كتروا بيطلعوا 1000 2000. إحنا هلأ بنحكي المدينة ممكن فيها 1 مليون 2 ملايين نسمة. كيف يمكن أن تعلم من هم المساكين في مدينتك؟ شو الخطة اللي أنت بدك تحطها كمحافظ مدينة علشان تعرف فقراء مدينتك من أغنياءهم؟ عم بحكي على زماننا الحالي. بعين أشخاص يعني. ممتاز. تعين مثلا مجلس صح؟ أو لجنة. لجنة شو ممكن تسميها للجنة يا محمد؟ لجنة إطعام المساكين أو لجنة ماذا يمكن أن تسميها؟ يا ترى الأشخاص يعني هيك شيء. تمام. الأشخاص اللي بدك تعينهم يا محمد بهاي اللجنة اللي هي لجنة كتير مهمة، يا ترى شو هي الصفات أو شو هي الأشياء اللي بدك تراعيها إنه يكونوا الأشخاص اللي هن بهاي اللجنة؟ كيف رح تختارهم؟ على أي أساس؟ أنسي يعني يكونوا أمينين. حلو، يكونوا أمناء. رائع، هاي أهم صفة إنه يكونوا أمناء. نعم أنسي. نعم. سنأخذ نجلاء ثم سنأتي إليك يا أحمد. نجلاء كانت ترفع يدها قبل. تفضلي عزيزتي نجلاء، ماذا لديك؟ أنسي أنا عندي مثلا طريقة إذا بدي أساعد غيري أو أكون مثلا نقلت من دو أو شيء، أنا فيني أتذكر وأنزل أتمشى بين رعايتي مثلا، أعرف الغني الفقير وأعرف الأحوال، أو عين حدا مثلا يكونوا مصداقي، أمان، أخلاق، احترام، هاي الصفات لازم كلها يكون بيتمتع فيها. عين أشخاص يراقبوا أحوال الناس ويجيبوا لي إياها، وأنا فيني أتنكر وأنزل شوف رعايتي شو ناقصة شو لازمة، وأعرف إنه الغني من الفقير. جميل جدا يا نجلاء، إضافة نجلاء فكرة جيدة رائعة، أشكرك على هاي الإضافة. إضافة إنه أنا ليس فقط أعتمد، ليس خطأ بل هو مطلوب أن أشكل لجنة أو أشكل مجلس لكي يتولى مراقبة أحوال الناس ويأتيني ببياناتهم وأخبارهم، ولكن أيضا أنا لأني أنا المسؤول الأول فلا بد من فترة وفترة أني أنا أرى بعيني وأشاهد بعيني. فهي طرحت فكرة إنه أنا ممكن أتنكر وأمشي بين الناس وكأني واحد منهم وأشوف أحوالهم عشان أختبر بنفسي صدق الأشخاص اللي أنا وليتهم، هل هن عم ينقلوني صورة صح ولا صورة خطأ؟ جميل. بس أنا بدي أرجع قبل ما نأخذ مشاركة أحمد وأطرح السؤال الرئيسي، كيف ستقتدي أنت لو كنت محافظ مدينة إدلب بسيرة سعيد بن عامر في أنك أنت تكون مسؤول عن الرعية؟ لأن المسؤولية عن الرعية لا تحصروها فقط أصدقائي في الفقراء والمساكين، مسؤولية مو بس على الفقراء والمساكين. زمان كانت أحوال الناس، شو أنا شو حكيت لكم أول، أنا لما بدي أقتدي بالصحابة ما بدي أقتدي فيهم بظروفهم هم، نحن الآن ظروفنا مختلفة. هل فقط مشكلة المدن الآن مشكلة أنه في فقراء ومساكين وما حدا عم يعطيهم أو شيء، ولا نحن في عنا مشاكل أكبر؟ مدننا الآن والناس تطورت وصارت في مشاكل جوهرية في المدن. لو كنت أنت محافظ للمدينة كيف ستحل هذه المشاكل؟ تفضل يا أحمد. أنسي أنا كمان كنت أقول إنه يعني بتنكر أنسي، بس كمان يعني بشوف أنسي الدين كمان بطلع على الدين أنسي، ممكن مثلا فيهم دينهم مثلا لا سمح الله مثلا بيكفروا بالله بيشركوا بالله أنسي، وكمان فيني أتنكر مثلا أنا أشوف المساكين والفقراء. كيف يا أحمد، معلش توضح لنا لو أنت كنت محافظ المدينة كيف بدك تراعي الجانب الديني في المدينة؟ وضح لي أكثر كيف يعني، كيف أنه طيب أنت شو الإجراءات اللي رح تتخذها كمحافظ مدينة من أجل أنك يعني تحفظ دين الناس أو أنك أنت تقوي دين الناس؟ كيف اقتداء بسيرة سعيد بن عامر؟ لا أنت محافظ مدينة، أنت كل شيء أمامك تأمر بيقولوا لك نعم، تنهى بيقولوا لك نعم، صحيح؟ ما في مشكلة، أنا بعرف إنه ربما الأسئلة تكون يعني بدها وقت لحتى الواحد يمخمخ فيها هيك ويفكر فيها، لكن دائما أصدقائي بدياكم هلأ هيك بهاي الأمسية وأنتوا هيك قربتوا تناموا تتذكروا سعيد بن عامر وكيف كان والي، وكيف نحن اليوم بعام 2021 ممكن أنه نطبق سيرة الصحابة بما يتناسب مع زماننا بنفس القيم بنفس المبادئ الأساسية بس بإجراءات وأساليب مختلفة بتتناسب مع عصرنا الحالي
ومشاكلنا الحالية اللي هي نحن مختلفة تماماً عن مشاكل المجتمع القديم، بس مبادئنا بتضل مثل ما هي رغم اختلاف ظروفنا، رغم اختلاف كل شيء بهذا الزمان، ورغم أنه في أشياء كتير جديدة ما كانت موجودة سابقاً، لكن المبدأ والقيمة هي واحدة، والمبدأ والقيمة واحد أصلاً لمعالجة المشكلات. تمام؟ فكروا فيها واستمتعوا بهذا الكتاب، إن شاء الله سنطرحه لكم إن شاء الله بس تخلصوا هيك الدراسة، وإن شاء الله بتكونوا كلكم من الناجحين والمتفوقين في شهاداتكم البكالوريا والتاسع، وأيضا أصدقائي العاشر. بعد ما تنتهوا إن شاء الله من الامتحانات في العطلة الصيفية رح يكون في عنا وقت هيك بقى تكونوا أنتم مرتاحين وتكونوا عندكم وقت فاضي. إن شاء الله هاي الكتب البي دي اف اللي نحن هلأ ما رح نقدر نخلصها بجلسة واحدة، بس عم نعطيكم فكرة عنها، رح نقدم لكم إياها تقرؤوها إن شاء الله، ونجلس ونتناقش حول هاي الكتب، أو ممكن نطلب منكم شيء تاني، نطلب منكم تلخصوها أو شيء آخر. خلونا نشوف لهديك الفترة شو ممكن نعمل. هلأ أنا بتمنى لكم ليلة سعيدة، وبتمنى لكم أنكم تقضوا وقت جيد بالتعلم والتوفيق، والله يبارك لكم بوقتكم في التحضير لدراستكم. ما بدي أطول عليكم الجلسة، شكرا كتير لحضوركم، واعذروني طلاب البكالوريا اليوم يعني ربما في بعض منكم ما لحق من أول الجلسة رغم أنه نحن انتظرناكم، لكن لا بأس إن شاء الله في الجلسات القادمة ندرس المواعيد بشكل أفضل. إلى لقاء آخر في يوم الأربعاء القادم في نفس المواعيد بعد انتهاء الدروس، وأتمنى ألا يكون هناك حصة تعويضية. دمتم بأمان الله أصدقائي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.